دور فما زوج ضربات جزاء لم يتم الاعلان عليهم، وفما ضربه جزاء تم الاعلان عليها، هي واحدة اللي ما اعلنش عليها، هي لقطه نعيم السليتي. هذه لقطه نعيم السليتي واضحه معناها باش ما انا الحكم شفناه شاكر، هو الحقيقه الحكم شاب وعنده لياقه بدنيه ممتازه، لكن تقديره في احتساب الاخطاء هو اللي ناقص واللي يلزمه يخدم عليه. تقديره في احتساب الخطا، خاطر انت كان في مباراه اربع لقطات ضربات جزاء، لا معناها في اربع واحده برك صحيح خذيت فيها القرار معناها برش. لا هو في الاربع غلط معناتها، لا واحده برك خلي اللاعب. حكم كان تغش على سي بشير. اي بارامون معناتها لانه بالحق معناتها بشير انت نحيته من المشان. نحيت حد صلي عليه. لا بالحق بالحق عملت فيه رابورت نحى مشان كان يمشي يزفر في الشان. هو اجى اقول لك الحكم بكل صراحه نجم نقولوا معناها حتى العقوبه اللي خذاها اطلعش يتشمت فينا على خاطر. لا اسمعني العقوبه حتى اللي خذاها اللي يلزمه باش يخدم عليها هو خذا عقوبه على خاطر ضربه جزاء، ما احتسبش ضربه جزاء فهمتي، عنده عام بالضبط. انت كنت مراقب بتاعه؟ كنت المقيم بتاعه، عنده عام بالضبط، معناها هو يلزمه يخدم اكثر في منطقه الجزاء، خاطر منطقه الجزاء هي اللي معناها من اكبر معناها الحوايج اللي الحكم يلزمه يسيطر عليها. يسيطر عليها هي منطقه الجزاء، خاطر هي تنجم تغير نتائج المباراه. مالغري احنا نشوفوا اليوم في اربع قرارات، قرار برك خلى اللاعب يتواصل وهو القرار الصحيح تاع الخنيسي. هنا راهو شاكر فما حاجه مهمه، ما تعرضولهاش للخيان الكل، فهمتني؟ صح، اول حاجه كما قال الممرن النتيجه هي قبل كل شيء. خاطر احنا لو تروحنا بتعادل ونجي ونقاو روحنا مع غينيا اكواتوريال 6-4 وتجي تلعب لك الماتش الجاي وتعمل معك نيل، باش تولي تخلي الكاليفيكاسيون تاعك. ثم حاجه مهمه، يعني علاش نذكر في ضربات الجزاء؟ ينجم يقول احنا ربحنا، لا اوكي ربحنا، اما لكن راهو اول حاجه فما في البعد في الكونفرونتاسيون ديريكت هي لا ديفيرونس دو بيوت. وثاني حاجه الاهداف المسجله. معنى انت اليوم كفريق مع خمسه معنى انا كنت تعطيني ضربه جزاء في الدقيقه الثانيه، احنا بكل صراحه متفقين تونس نجم تربح 2-3 صحيح ولا لا؟ ممكن ولا دقيقة الثانية الأولى بالكل صحيح، ثم 2-3 وهنا مهم النتيجة. سؤال آخر بشير، علاش ما فماش فار؟ هنا في العالم شوف الكل فما فار، في إفريقيا علاش ما فماش فار؟ ثم حاجتين لاحظتهم أنا تو لحد المباريات اللي شفتهم بصفة عامة. حاجة الأولى صحيح يلزم بكل صراحة تواجد الفار، لكن الإمكانيات في إفريقيا خاطر جل البطولات في إفريقيا ما فماش الفار وبالتالي ما نجموش. ثاني حاجة الحقيقة التصوير مش هو الاخراج، الاخراج مش هو معناها كي يقولوا التصوير الاخراج مش هو، على خاطر كان شفنا برشا لقطات ما تعاودتش، ومالغري راهو اجي نقول لك راهو مضم كل اللي صوروا في المقابلات معناها اكثرتهم فما شركات اجنبيه وعندهم لي كاميرا موجودين، عقل ملعب تلقى فيه 6 كاميرا ويعاود لك اللقطه من زاويه برك اللي هي ما تنجمش تحكم عليها. هذا كان عاود اللقطه، كان عاود اللقطه.